تعرب سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية الشقيقة عن استنكار مملكة البحرين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توسعش في العاصمة أنقرة وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في مكافحة التطرف والإرهاب معبرة عن تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب التركي ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين